عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لقاء أخويا بقصر العلم العامر صباح اليوم. استعرض القائدان خلال اللقاء أواصر العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما ويلبي تطلعات شعبيهما في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة وثيقة. حضر اللقاء من الجانب العماني معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس بعثة الشرف، سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. فيما حضره من الجانب المصري معالي سامح حسن شكري وزير الخارجية، معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، سعادة السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان، والسفير باسم راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.